Yamish, 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 الافتنان، الافتنان هو كذا، هذه فتنة الضوء، والله أعلم. يا مشمش والله العظيم مفتونة بالضوء، حنعملك ايه؟ خلص اعترفي، اعترفي، قدر الله وما شاء فعل، اعترفي انك مفتونة، والله العظيم مفتونة، رحتي ما رجعتي. يا مش مرجعتي والله العظيم. ما تزوعيني يا ماما، أوام يا ماما. أي والله حالة فرح، أنا عارف هو ده دايما ارتباط الأبيض بالفرح. أيوه actually ارتباط الأبيض بالانتقال من مكان لمكان، ارتباط الأبيض هي، ايش رايك؟ ايوه مشهد حلو، الفيلم كله كده على بعضه حلو صدقيني والله العظيم. انت استهدي كده بالله وتلاقي انه الموضوع مرة حلو، الفيلم اصلا جاي كيف كيفك، انت تحبي كده وهو جاي لك كده، هو جايلك كده عشان انت تحبي كده، شايفة كيف؟ خلاص تفسرين الماء بالماء ليه؟ هو ده حبيبي. عاد بتستخبي، اهلا بيكي والله العظيم، بس هتستخبي من نفسك فين تروحي، يعني تستخبي من نفسك، انت الوحيدة اللي قاعدة دحين في المطرح، خلاص بتستخبي من نفسك فين تروحي، يعني هو مين شايفك عشان تستخبي، ولا هي اللعبة كده الاستغماية؟ ها ندور على مشمش،
تصحى الصبح تقول فين مشمش، فين مشمش، ايش يبغى مشمش، ايش هذا يا مشمش، تعرفي تقول تسألي. يا أمي ودنانيش دندش يا بنت، دندش دندش هانم، ها ايه تحب البهرجة، انا معك انا معك، لاخر الخط اهو بهرجة ما بعد بهرج. ما انت لما تقربي بيختفي عشان تبقي عارف. بالله لما تطلعي برا بتطالعي في عين الشمس ولا بتطالعي على انعكاس ضوء الشمس؟ هو ده يبقى ايش؟ لما تقربي من مصدر الضوء بيختفي الضوء، بتشوفي ضلمة. يا ماما طاقة هذا الجبل، ايش بك انت؟ هيا جلاش هذا مشهد خارجي. شايفة كيف؟ هذا شكل الدنيا برا، صح؟ ايوه انارة اكثر من ذلك بتعبنا، صح؟ احنا نبقى هذا المقدار من الاضاءة، اكثر من كده مؤذي. اما كيف الشيء لزوم الشيء، ما دامت انت شايفة خلاص ليه تحتاج نور؟ هذا جزء من الشمس اللي تقدري عليه. ايوه اعترفي. انتي ما تبي تشوفي الا ده من الاضاءة، صح؟ واللي تقدري عليه هو اللي جاكي. يقول لك اللقمة تيجي على قد الفم، والفم معمول على قد اللقمة اللي هتجيله، فمنه في ضوء، طاقة ضوء. بصري في بصري شغالينهم مع بعض، هو ده اللغة حقت العقل، العقل.
العقل يدرك الضوء. ايش حنساوي؟ ما يحتاج قدامك الصورة يقول لك the picture says 1000 words، صح؟ يبقى صورة واحدة بألف كلمة، يبقى ليه تتكلمي؟ هذه هي الصورة قدامك، هو ده المشهد، ها؟ عاملة حالة البار، أنا عارفة حتموتي. جايبة القوارير ورصاها كده، فاهمة كيف؟ عشان توقف عند الكاونتر، ها؟ فاهمة كيف؟ يصير إيش؟ شايفة كيف؟ السائل، السائل والوعاء الشفاف يلعبوا لعب حلو مع الضوء، صح؟ هادو كمان، هذه قارورة ملونة، فعاد شغل تاني بإضافة إنه كونه okay. It's a plus sometimes when it's colored. الشفاف يعني القزاز الشفاف أو السطح الشفاف طبعا له ميزة، ميزة حلوة زي السطح المصقولة. بصي هذا كمان له ميزة حبيبي، جايب نفسه وجايب الضوء اللي عاكس عليه. ايوه جسد مشمش ما هو شفاف، اللهم صل على النبي. كيف يعني كتلة ما هي شفافة؟ طين، طين ما هو شفاف حبيبتي، قزاز هو اللي شفاف، بلاستيك هو اللي شفاف، مراية ما هي شفافة، لا ليه ما هي شفافة المراية؟ لا عشان قزاز خلفية دهنه فصار عاكس ما صار شفاف، يسموها مصقول. ايوه ما هو اعلان لقارورة مويه هذا ابدا، ده تخيلات في دماغك. حبيبي يا مشمش، حبيبي يا مشمش، تعال نرجع نجلس، الله يرضى عليك. ها والناس هي جات، يا هلا ويا سهلا، الله كمال وعبدو ولما، يا هلا وسهلا، يا مرحبا، أنستونا وشرفتونا. المشهد هو ده اللي بيحصل، ها مشمش تمام كده. ايوه
اجلاش هي مش حتفضل في ماسك البتاع دي، لازم تتثبت ولا اشوف لك دبرة. ليش؟ لانه خلاص سخونية ويدنا وجعتنا. ها عاد تدبر، دبر حالك، حالك يمشي، دبر حالك يا واد، دبر حالك. شوف ما ادري كيف تثبت اللحظة، تثبت البتاع ده كيف. ايوه يا اهلا وسهلا بالطيب الغالي، تمام كده. اوكي جالسة واصحابي كمان بيدقوا الباب، كيف الحال؟ الحمد لله. شو بقى هذا؟ اسمه العالم الافتراضي، تبي عارفة شكله كده انه في ناس جاتك خلاص وعملوا لك لايك وعملوا لك قلب ومدري ايه والكلام ده. هذا اسمه ايش؟ ردود فعل العالم الافتراضي، اللي هو ايش؟ دول الناس مو موجودين بس قدامك على الشاشة ان هم موجودين. يا اهلا وسهلا باللي جا. ايوه هنا ابحر. يحدث الان لايف. مش بتسوي حاجات تانية، ما تبغى تمسك الكاميرا، فخلاص هي مثبتة على مشهد عشان هي بتتحرك في الدنيا دي. واللي يدق الباب يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. مانجا مصرية بلونين، مش شامي يخزي العين، ولا هي مش شامي يخزي العين؟ مانجا مصرية بلونين، مانجا مصري طبعا. يا حياتي يا حياتي، عاد ايش هنسوي؟ الحمد لله. هذا الجسد، هذا الجسد في حالة ثبات، right؟ أجزاء منه اليد هي اللي بتتحرك، لكن الرجل أهو ثابتة على الأرض، صح؟ يبقى أنت جالسة على الكنبة، هذا اسمها سكون الحركة، جزء منك بيتحرك، لكن عامة يعني الرجل ما بتتحرك، فيسموها كده حالة السكون، مع انه القلب بيتحرك ولا كيف؟ واهو يدك هاي بتتحرك بتعمل مدري ايش خلاص، لكن ما دامت الرجل هي اللي ثابتة يسموها سكون. توقف عن الحركة. في ناس تانية بتتحرك لكن ابدا، ما دامت الرجل واقفة يبقى هو ده ايش؟ حالة سكون. تلموا الناس كده ووصفوا الاشياء
ايوه، وثبتوها على كده، ومن جيل ورا جيل، ولا واحد ورا واحد يعلمه انه الف يعني الف. سكون الحركة يعني الرجل قاعدة ما بتتحرك. تخيلي تخيلي. ايوه، العين شايفة حركة اليد، العين في النفس بحد ذاتها بتتحرك، صح؟ طيب كيف تقولي لي حالة سكون؟ ما نفهم احنا الكلام ده. يبقى نوصف الأشياء بحقيقتها. الرجل هي اللي ثابتة في حالة سكون، لكن القلب يتحرك واليد تتحرك وهو اللسان بيتحرك. يبقى بالتالي العقل في حالة حركة، في الثبات، في الثبات اللي هو فيه ده بيدرك حركة اليد، بيدرك حركة القلب، بيدرك حركة اللسان. يبقى هو بيعمل عمليات من ألف لباء، يبقى بيتحرك في الثبات حق الرجل، ولا كيف؟ مش حبيبي يا مشمش. والله حنعمل ايه، حبك حب نجمع. كيف يعني؟ الحاجات تبي تروحي تجيبي حاجات، ايش تبي تجيبي؟ انتي محتاجة ولا حاجة؟ امال ايش؟ اهو متعودة على الحركة، فايش؟ ما ينفع تقعدي على حالك، متعودة على الحركة يعني ما تنفع تقعدي على حالك. على الثبات هذه ابدا ما حدث. مش ولا اتعودت على الحركة. يا هم مستأنسين، يا هم قاعدين، يا هم مدري شو. لا ابدا، قومي نظف الطفاية، قومي جيبي مدري ايش، قومي اعملي خربوط. واي يا مشمش، واي واي حبيبتي. تمام، ما حصلش حاجة برضو. ايوه، العقل ادرك حركة الجسد، ولا كيف؟ رحتي وجيتي وجلستي تاني اهو، هذه دحين اسمها ايه؟ حركة اليد، هذه اسمها حركة اللسان، هذه اسمها حركة القلب. لما العقل يدرك الحركة يتحرك بها. يبقى العقل لما يدرك الطاقة اللي جاته، تكون الطاقة اللي جاته بتحركه. يبقى حركة هي من وإلى، صح؟ من المصدر حق الطاقة إلى العقل. هذا اسمه إدراك الحركة. recognizing the movement. عم كيف؟ متتبعة الحركة، أي شيء تبي تسميه سميه، تسجيل أي حاجة، بس هو فيه من ألف إلى باء. من المصدر إلى العقل. فشوفي عاد إيش
قلت لي يا حبيبي، قلت لك يا حبيبي، لنا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي، خايف لا في يوم وليلة ما لاقش بين ايديا تروح وتيجي تغيب عليا يا حبيبي. وقلت لك يا حبيبي، قلت لك وحلاوة الفرحة دي، خايف لا في يوم وليلة ما لاقكش بين ايديا تروح وتيجي تغيب عليا يا حبيبي يا حبيبي. وقلت لي يا حبيبي ساعتها، ساعتها شفت كيف دنيتي انت اللي مليتها مليتها. وفي عز الكلام سكت الكلام، شفت كيف؟ وفي عز الكلام سكت الكلام، وتريني ماسك الهوى بإيديا، ماسك الهوى من الهوى يا حبيبي، من الهوى. حلوة اللعبة دي. حلوة اللعبة دي. حلوة اللعبة دي، طبقات فوق بعض، طبقات جنب بعض، وكله بينزل على الضوء، تمام؟ ايوه، وكل سطح بينزل عليه الضوء بيقول شكل.
حسب، ولا ايش رايك؟ منذ طول الوقت ها الدنيا شغالة كده، يقول لك الإناء ينضح بما فيه، خلاص قولي لي انت يا حلوة. ولا كيف؟ ها كيف يعني؟ صح؟ بونسوار. مانجا مصرية بلونين مش شامي يخزي العين. يوعد هو كده الضوء نازل على الكتلة، تمام؟ هو كده يبقى العقل يدرك حركة الضوء، ولا كيف؟ يا مشمش، هي دي الشمس اللي تقدري عليها، هو ده اللي تقدري عليه حبيبتي، فبالتالي بيجيكي بتشوفيه، هو ده اللي تقدري عليه، هو ده مقدارك على الاستيعاب، يبقى هو ده اللي جاكي. لا تقعدي تسألي ليش ما فهمت، هو لو ما لك انت تفهمي، ما تفهمي طبعا. كيف؟ انبهارك بالضوء. انا اقول لك هي دي المسافة، اسمع، خلاص الضوء جاي من هناك، هي دي المسافة، ها الضوء جاي من هنا من ظهرك مسافة، يبقى انت في النص، جايك ضوء من هنا وجايك ضوء من هنا، خلاص جايك ضوء من هنا جايك ضوء من هنا، تمام؟ يبقى انت في وسط الضوء، خلاص هو ده الضوء اللي يقدر عليه الجسد، بما انه هو موجود دحينه حاسس بكل ده، خلاص يبقى الحتة اللي هو موجود فيها هي حقته، هو ده رزقه،
هو ده حياته ولا كيف؟ امال امال تعتقد ايش؟ ايش اللي كنت تعتقدين؟ انت حرة، اعتقاداتك هذه خارجة عن اللي بيحصل، فانت حرة جبتها من فين؟ ايوه كعقل جايب الاعتقادات دي من فين؟ برا اللي بيحصل. برا اللي بيحصل، اللي ادركه العقل، اللي شافه العقل، اللي سامه العقل، اللي حسه العقل. وبعدين اقول لك كيف يعني؟ يا حبيبي انت كده ادركت الحياة. طيب لا، يبقى ينفعل، يبقى يتحرك، يبقى يسوي، يبقى يثبت انه هو على قيد الحياة. هيا كيف يعني؟ كيف قول لي يا عقل تثبت انك انت على قيد الحياة؟ ولا هذا جاكي طاقه حسستك بوجودها، فعرفتي انك انت موجوده. خلاص هذا مرايه هذا، صح؟ طيب شفتي وسمعتي وحسيتي، خلاص يبقى هذا اسمه ايش؟ ادراك الحياة. تمام. ايش يعني اثبات الحياة؟ هذا مفهوم مبهم، رمز، كلام كثير. يعني ايه اثبات الحياة؟ لا الجسد اهو، صح؟ والحياة هي جسد حي، والحياة حي 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 حي. خلاص ايش تبي تثبتي؟ ايش اكتر من كده؟ ما هو مثبوت. اللي الميتين ما يتحركوا، الميتين ما يسمعوا، الميتين ما يشوفوا، الميتين ما يحسوا. طيب خلاص يبقى انت حاسة وسامعة وشايفة وبتتكلمي. يبقى انت على قيد الحياة. خلاص كيف يعني؟ لازم تزعقي، لازم تجيبي ورقة. لازم ترفسي، والله بتترفسي. عشان انا على قيد الحياة، جاتني طاقة. الشاهد، الشاهد انه الجسد ده اتعود على الحركة. الشاهد انه الجسد ده بيحاول كعقل يعني ها يتكلم بحاجة ما تخصه. كيف يعني؟ يعني العقل لغته بصرية، ها، والبيئة لغة بصرية، يبقى ما في حاجة للشرح، فاهمين بعض؟ خلاص. لكن العقل تعود انه هو لغته بصرية، والاوادم والبيئة والمش عارفة ايه ما هي بصرية، فقاعد يستخدم الهرج الكثير الفاضي، فاضي ما تخصه، ما هي من مفردات، ما يعرفها يعني بيرددها بس. بعد انت بتمشي على اللي انت تعودتي عليه، ولا بتمشي على اللي انت اتخلقتي بيه؟ يعني العقل لغته بصرية، جاته كده، اتخلق كده، وجد الحكاية حكاية ضوء،
تمام خلاص. يبقى رموز إدراك الضوء، مفردات إدراك الضوء، اللغة اللي بتدركي بيها الضوء مختلفة عن اللغة اللي اتعودت عليها. هذا اسمها كده. والله لازم هذا اسمه كده. أيوة أيوة قولي لي إيش الحكاية. قولي لي إيش الحكاية. حكاية إيش؟ حكاية الضوء معاكي. قولي لي هي كده. أو جينا وجلسنا تتبعي حركة الضوء. كده احنا هنا حبيبي. مش كيف يعني؟